أعلنت وزارة الداخلية أنها ضبطت عدداً من المخالفين لقانون الإقامة وأحالتهم إلى جهات الاختصاص تمهيداً لإبعادهم عن البلاد، وذلك خلال الحملة التفتيشية التي انطلقت اليوم في جميع محافظات البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان أن جميع القطاعات الأمنية الميدانية بدأت بتنفيذ حملة أمنية موسعة بمختلف المحافظات لضبط المخالفين بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وذكرت أن وكيل الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف أشرف على انطلاق الحملات الأمنية في مختلف المحافظات، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين الذين لم يستجيبوا لتسوية أوضاعهم خلال المهلة القانونية المسموحة لهم والتي انتهت يوم أمس. وأفادت أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتحويلهم إلى جهات الاختصاص لحين الانتهاء من الإجراءات وإبعادهم عن البلاد. وأكدت الداخلية استمرارها في حملاتها التفتيشية في جميع محافظات البلاد، مهيبة بالجميع عدم التستر أو إيواء أي مخالف، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون والتعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين على هاتف الطوارئ 112.